جميل، ماتشنج جميل جدا جميل بين لاعب جوجيتسو ولاعب جودو. لاحظ الماتشنج كابتن، نعم. بطوله عن بطوله يتطور. الحين تقريبا في الشوط الاول انا اعتقد ان عبد الهادي عدواني متقدم طبعا هو اللي فايز، لان عنده اثنين تيك داونز اي ومحاوله خنق، نعم، فمحاولتين لليج لوك فوت لوك، فاعتقد هو مسيطر كان الشوط الاول. في شغله انا ملاحظها باللعب، ناصر مرتاح، ما احسه يعني صح، مو ما احسه كابتن، حتى لما اي ما احس انه عادي طبيعي. اثر اللكمه إيه؟ لما طاح من اثر اللكمه لاحظ عيونه إيه؟ ما فقد، نعم نعم، كان مركز يعني ما نعم. رفعت عيونه لفوق اللاعب اللي يوم داخل ايوه بالضبط، تعرف انه هذا اللاعب فقد التركيز. شوف لحد الان اللي حط هنا لاعب ناصر يعني كنا ما لعب جوله، واللاعب حتى واللاعب عبد الهادي لعب يضرب. الحين تعليمات من حسام قشوع والكابتن راشد براشد نادي نيفر تاب اوت. انا انصح ما يستخدم ايده ولا ريله لانه مو قاعد يستخدمهم صح. صحيح. عبد الهادي قاعد ينزل نزول في لكمه الايد وقاعد ينزل في لو انه استغلها ناصر في لكمه مايجيري ولا هيزاجيري على الوجه قد يكسب بالطبع. منها. صحيح. انا اعتقد ناصر الحين راح يلعب بطريقه ثانيه لان ناصر كابتن انتبه على شغلات كثيره كان صح. لاعب عدواني، العدواني عنده الهوكات قويه فهو لازم يسكر، لازم نعم. يسكر على الفك. اتمنى ان نستمتع في هذا النزال بين لاعبين، لاحظ حتى ناصر المتيري مو معرق. نعم، بدا قتال. يعني يلعب وهو مرتاح. هذا اللعب طبعا هاي كيك واحدة. اوه لكمة جميلة. يبدو ضربة هيزاجيري على الوجه كانت صعبة. اوه كانت صعبة. لأن أكثر منه وقاعد ينزل راسه، لازم يستخدم الهيزاجيري في الستاندين. شفت شلون غير اسلوبه نعم. ناصر؟ نعم الحين صحيح. بدأ التعب يظهر أكثر على وأكثر نعم. على حذر أكثر عبد اللطيف، عبد الهادي، عبد الهادي عفوا. هذه كابتن خليني احكي لكم معلومه، هذه طبعا ضربه على المقطع الخطا. عبد الهادي تو راجع من بطوله جوجيتسو وكان تجهيزه، هو كان بيحكي لي اني انا كان صعب اسوي الويت كات، ولكن ورغم اصابته لكن اجى وشارك. هذا بدل على انه نادي سايد كيك سايد نادي كبير، دائما ابطاله جاهزين للمنافسه نعم. ما بتخلوا عن اي منافسه راح ينافسه. نعم نعم صحيح صحيح. اللاعب عبد الهادي اجريسيف، لاعب يحب يقاتل، لاعب قوي تبارك الرحمن، لاعب قوي، لاعب قوي قوي وتحمل ما شاء الله عليه. وناصر ما شاء الله لياقة. جميل من ناصر، سوالة شيرو مواشي وكملها بلكمة. بدأ النزال يصير سترايك بحت. نعم. اللاعبين نسيوا الجودو والجوجيتسو. كل واحد خايف من الثاني تحت. كل فايت له ظروفه. نعم. بطلوا عن الجرابلين وصلعبوا ستاندين. صح. ضربات مؤثرة. نزل نزل نزل. نزل مرة ثانية عبد الهادي ولكن. طبعا غلط يعطي ظهره ناصر، يعطي ظهره حق عبد الهادي. يقول له يقول له الحق يقول له الضربه هذه خطيره على الضلع، كانت ضربه خطيره بس الحين لبس الهوك الاول حط الهوك الثاني. لازم يلف ناصر بالضبط. لازم يلف ما يعطي ظهره كذي. مرونته حلوه ناصر. ناصر مرونته حلوه وطوله يساعده. اي نعم طوله يساعده. اخر ماخذ في الماوت وضعيته. اللاعب هذا ممكن ياخذ ارمبار الحين، ممكن ياخذ ارمبار صحيح. بس رد لف مره ثانيه، عنده فرصه انه ياخذ ارمبار، عنده فرصه. ارم لوك ارم لوك ارم لوك ارم لوك. اعتقد ناصر عنده مرونه في التحمل، يقدر ارم لوك او ارمبار لما يثبت ايده يقدر ياخذ كسر. لازم لازم اللاعب الحين يلف. لا حتى الوضعيه هاي تعتبر وضعيه كسر الحين بالضبط. لازم لازم ناصر يلف بالجهه المعاكسه. نعم ناصر ما شاء الله بين التعب. نعم نعم بين التعب عليهم مليون يتحمل. أرمبار أرمبار قاعد يحاول حق أرمبار او كيمورا، يمكن قاعد يحاول حق كيمورا او أرمبار. اليوم بعد هذه ارمبار. شوف النزال قاعد يحاول. نعم فلت منه فلت منه. إيه لما يلعب معك سوى مخالفه، ضرب ركبته على اي نعم بالضبط بالضبط. نعم هذه تعتبر مخالفه. ها كيمورا مثل ما قلت لك يحاول كيمورا. لازم يحط ايده على الحلبه. نعم لازم ما يرفع جسمه، لازم ينزل جسم اللاعب قاعد يرتفع وياه.
ناصر يبين عليه. ناصر لازم يحط ايده على الحلبة. ناصر لازم يحط ايده على الحلبة. ناصر حازم ايوه صعبه صعبه كذي صار. لازم يحط ايده تحت رجله كابتن. لازم يحط ايده تحت رجله فوقه. خذاه صح خذاه صح العدواني. ولكن ثلاث دقائق ونص عنده مرونه ما شاء الله ناصر. ثلاث دقائق ونص سلم 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 فاز فاز سلم سلم فاز عبد الهادي. فاز عبد الهادي. نعم سلم. من اول ما مشيك انا عرفت انه ايه. ثلاث دقائق ونص الجوله الثانيه. بس نزال رائع وامتعونا ابطال بصراحه امتعونا بالفوق وتحت صحيح بالستاند فايت في الارضي. ثلاث دقائق ونص تمكن من الدوله الثانيه عبد الهادي. عبد الهادي كان مصمم نعم مع الفوز كان مصمم مع الفوز فليتقبل قاتل في روح جميله جميله تعريف ليته لتكريم الابطال. أعزائي المشاهدين جمهورنا الكريم انتهى النزال في الجولة الثانية في الدقيقة الثالثة إثر حركة استسلام بفوز لاعب الركن الأحمر عبد الهادي العدواني.